لا شك أن أجمل القصص هي القصص القرآنية، وفي قصص القرآن من العبر أشكال وألوان، منها قصص على لسان الإنس وقصص على لسان الجان، ومنها قصص الحيوان. وسأحكي لكم حكاية مستوحاة من كتاب الله العزيز الحكيم. سأحكي لكم حكاية كلب. نعم، لا تستغربوا، سأحكي حكاية كلب. كلب ليس كأي كلب، كلب دخل التاريخ من أوسع الأبواب. كلب هو الوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. كلب قيل، والله أعلم، أنه هو الكلب الوحيد الذي سيدخل الجنة. كلب نام أكثر مما نامته كل كلاب الدنيا. سأحكي لكم حكاية قطمير. وقطمير هو اسم كلب أهل الكهف. أنا لا أعرف لماذا يسيء الناس إلى الكلاب وهي مخلوقات الله التي لو أراد أن أخلقها أناساً مثلي ومثلك لفعل، لكنها إرادته سبحانه وتعالى. ما علينا، ولد قطمير كلب حكايتنا قبل حوالي 17 قرن من الزمان في مدينة اسمها إفسوس، وقد اختلفت الأقوال حول مكان وجود هذه المدينة. فهناك من يقول أنها تقع بالقرب من مدينة أزمير في تركيا، حيث يوجد كهف قيل أنه هو كهف أهل الكهف، والقول الآخر أنها تقع بالقرب من عمان عاصمة الأردن، حيث يوجد كهف تشابهت أوصافه مع أوصاف كهف أهل الكهف. عموماً مكان وجود الكهف ليس هو بحكايتنا. أكيد كان أهل مدينة إفسوس هذه، أكيد يعني هذه القصة يعني أنا كلما سمعناها وسمعنا سردها في كتاب الله العزيز طبعا تأخذنا العواطف الجياشة. مشاهدينا، الحكايات والقصص عالم جميل، عالم يجمعنا من ونحن صغار ونحن كبار، دائما نطوق إلى الحكاية. فعندما كنا صغار نسمع تلها الحكاية ونعيش خيالا واسعا جدا، وعندما نمر بالعمر والحياة وما يدور بها من أحداث تأخذنا تلك الحكايات إلى ذلك العالم البسيط، فنعود إلى تواضعنا ونعود إلى أننا مخلوقات بسيطة جدا، نحب أن نسمع الحكاية حتى ولو لم تكن حقيقية. أما حكاية القرآن كما تفضل الأستاذ طبعا أحمد يوسف فهي حكاية غير كل الحكاية. معنا اليوم نرحب بالأستاذ أحمد يوسف الحكواتي. رحب فيك ترحيب كبير. طبعا يعني بداية متألقة مع قصة دائما يعني يشتاق لها القلوب لأنها من منبع قرآني. الله يبارك. شو هالجمال؟ أنا قلنا ترى كتبه واحدة بس حمراء عشان نسوي دويتو. وفعلا أنا يعني صرت منتبهة للقصة لين نهايتها، يعني أنا أبغى أشوف، يعني ما شاء الله عندك أسلوب حتى يعني وايد فريد، اللبس، الكلام، الصوت، والقصة نفسها، يعني هذا موضوع آخر. أشكرك. نعم. هو الحكواتي طبعا ظاهرة من ظواهر التراث اللي انتشرت في معظم بلاد العالم. نعم. كان قبل اختراع طبعا التلفزيون والإذاعة والجرايد ووسائل الإعلام الحديثة، كان الحكواتي ده هو بيعتبر وزير الرفاهية ووزير الإعلام ووزير الثقافة، منصب. يعني كان له مكانة عالية جدا. نعم. في لأنه هي ثقافة، إما أن تكون من منبع إمكانيات وعلم ونشاطات واختلاط وأيضا خبرة، أو أنها تكون في بعض الأحيان في منطقة لا يوجد بها كل هذه الـ يعني الأمور التي تساعد أن الحكواتي يطلق قصة، ولكن عندها القدرة على الإبداع والتخيل وجمع الناس حوله. فهي أيضا نحن نتكلم بمنطق العقل أستاذ أحمد، فهذا أمر ليس سهل. خبرنا عنه وكيف انطلاقتك كانت فيه. لا، هو أنا تقريبا في كحكواتي تقريبا داخل على 25 سنة ما شاء الله. يعني أنا مخرج وممثل في 2454 في أبو ظبي، لكن وعضو في مسرح الشرق الوطني، عضو جمعية المسرحيين في الدولة. اكتشف في موضوع الحكاية مخرج الله يرحمه أحسن إليه الأستاذ قاسم محمد، مخرج عراقي كبير، الله يرحمه. اكتشف موضوع أن أنا أحكي وإزاي تغير طبقة الصوت، يعني بناء على كل شخصية من شخصيات الحكاية. فبدأت أشتغل على موضوع الحكاية من التاريخ، وبحكي من التاريخ ومن التراث ومن الحكايات الشعبية ومن القرآن ومن كليلة ودمنة، من تراث أمم وشعوب أخرى غير حقيقية العربية. حقيقية كلها، كله حقيقي، كله حقيقي. جميل. تقريبا يعني الأسلوبي هو إزاي أفيد. أكيد. يعني أكيد. مش أنا مش رسالة، صاحب يعني رسالة، مش بتاع تسلية. نعم. لا. نعم. أنا أفيدك. نعم. وكتير جدا أطلب من الناس اللي بيستمعوا لي أقول له اكتب المعلومات اللي أنا أقولها دي، اكتبها.
لو انت استفدت بها وافدت بها اولادك وجيرانك انا كده يعني قمت بدور يعني حققت ما بيتخيل. في ذكر شيء مهم الا وهو ان يعني تنخرط مع الجمهور بتغيير الاصوات حسب الحكايه. بالضبط. عديت لنا شيء تقدم لنا الحين نستمتع فيه مع المشاهدين او شو اللي محضره انت تفضل فيه؟ طيب هو عموما انا زي ما قلت بحكي من كليلة وديمنا حكاية ألف ليلة وليلة. جميل. خلينا نقول حكاية من حكاية ألف ليلة وليلة. بس هو في العادة هو ما يحفظ، هو ممكن يقرأ من الكتاب الموجود. هو المعتاد يعني موضوع كتاب الحكواتي ده بيلزمني في كل مكان حتى ولو مش بقرأ منه يعني غالبية الحكايات أنا خلاص حفظتها ما شاء الله عليك. لكن كتاب الحكواتي لا يفرق لا يفرق تشجيع للقراءة. وكمان في شيء تاني ميزة إنه شغلنا باللغة العربية الفصحى. ده كمان بيشجع أساسا على إنه الكبار والصغار يتعودوا على انه يسمع اللغه العربيه الفصحى. اذا كلها رسائل حكايات الف ليله وليله. يقول لك كان في هحكيها باللغه المبسطه يعني ما بين العربي والمصري. كان في صياد فقير، رجل فقير يذهب كل يوم الى البحر، عنده بيت صغير هو وزوجته عايشين جنب البحر، يذهب كل يوم الى البحر ليصطاد سمكه واحده. كل يوم يصطاد سمكه واحده يعطيها لزوجته، اما تنتهي يذهب الى الشاطئ مره اخرى ليصطاد سمكه اخرى. ندخل في هكذا كانت حياته مع المشاهدين. هكذا كانت حياته. نعم. يوما ما من الايام اصطاد سمكه كبيره شويه اعطاها لزوجته، بينما هي تنظف السمكه بطن السمكه واذا بها تعثر على داخل بطن السمكه لؤلؤه 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 يا زوجي لؤلؤه يا وجه السعد يا وجه لنا اخيرا سناكل شيء غير السمك. ماذا نفعل ماذا نفعل؟ قالت له إن جارتنا تعمل ببيع اللؤلؤ، اذهب إليها واعرض عليها شراء اللؤلؤة. وبالفعل ذهب على جارته، يا جارة لقد عثرنا على هذه اللؤلؤة داخل بطن السمكة. أمسكت الجارة اللؤلؤة ووضعتها في عين الشمس، هذه اللؤلؤة حقيقية، إنها نادرة الوجود، إنها غالية الثمن جدا، الحمد لله، إذا اشتريها. لا 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 أستطيع أن تجاري ولا يمكن أخداعك، هذه غالية الثمن جدا، ماذا نفعل ماذا نفعل؟ قالت له اذهب إلى شهبندر التجار، إنه أغنى مني وربما يشتريه. وبالفعل ذهب إلى شهبندر التجار، عرض عليه الفكرة، لقد عثرت زوجتي على هذه اللؤلؤة وذهبنا إلى جارتنا وجارتنا قالت ما عليك إلا شهبندر التجار. نظر إلى اللؤلؤة فعجبت، هذه اللؤلؤة حقيقية، إنها نادرة الوجود، إنها غالية الثمن جدا، إذا اشتريها. قال لا أنت جاري، أنا لا يمكن أن أخدعك، هذه غالية الثمن، ولو بعت دكاكيني ودكاكين جيراني لا يمكن أن أغطي ثمنها، إذا ماذا نفعل ماذا نفعل؟ قال له اذهب إلى الوالي، هو يحب جمع كل ما هو نادر وثمين. وبالفعل ذهب صاحبنا الصياد الفقير عند الوالي وظل بباب البيت 15 يوم إلى أن قابل الوالي وعرض عليه اللؤلؤة. نظر الوالي إلى لؤلؤة في الشمس، هذه لؤلؤة حقيقية، أنت فعلا جئت إلى الشخص المناسب، أنا أحب جمع كل ما هو نادر وثمين، إذن أعطيني ثمنها. قال له إنها غالية جدا. ثمنها اسمع، ادخل خزنتي الخاصة، ابقى فيها 6 ساعات، اجمع ما تستطيع جمعه من الذهب والياقوت والمرجان، هذا ما يغطي ثمن اللؤلؤ. قال يا مولاي أنا رجل فقير، ساعة واحدة تكفيني. قال لا 6 ساعات. قال إذن ساعتان. قال لا 6 ساعات، ولكن 6 ساعات ودقيقة ممنوع، 6 ساعات فقط. دخل الرجل إلى خزنة الوالي وإذا بها خزنة كبيرة مقسمة إلى 3 أقسام. نظر إلى القسم الأول وإذا به غرفة طعام بها كل ما تشتهي الأنفس من المأكولات والحلوى والمشروبات. نظر إلى القسم الأوسط وإذا به غرفة نوم بها سرير وثير. نظر إلى القسم الثالث وإذا به صناديق من الذهب والياقوت والفضة والمرجان. قال أنا كل يوم أكل سمك، كل يوم أكل سمك، هذه الفرصة لا يمكن أن تتكرر، سأدخل وأكل وأملأ بطني من المأكولات الطيبة حتى أستطيع أن أخذ من الطاقة ما يكفيني لجمع كل ما يمكن جمعه من المجوهرات. وبالفعل دخل غرفة الطعام وظل ساعتين من المكافأة يأكل ويأكل 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 حتى لا لم يستطيع أن يتنفس. قال الآن أخذت من الطاقة ما يكفيني لجمع كل ما أستطيع جمعه من المجوهرات. مرة للقسم الثالث مرورا بالقسم الثاني وهو قسم ثاني وهو غرفة النوم. قال أنا كل يوم أنام على الأرض، كل يوم أنام على الأرض، هذه الفرصة لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى، سأخذ قسطا من الراحة ثم أجمع ما أستطيع جمعه. وبالفعل دخل على السرير الوثير وأخذ يقفز على المرتبة الإسفنج، يقفز 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 حتى غطى في نوم عميق 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 إلى أن جاءه الوالي
هيا هيا، 6 ساعات انتهت. لا يا عم المعروف، اتركني دقيقة، أنا لم أجمع شيء. هيا هيا إلى الخارج، لأنك أحمق لم تفكر إلا في معدتك وراحتك. كان يمكنك جمع كل ما تستطيع جمعه وتذهب إلى الخارج لتشتري أجمل الطعام وأجمل الفرش، لكنك أحمق غافل. إلى الخارج. وخرج صاحبنا الصياد الفقير ليعود إلى بيته كعادته، يذهب إلى البحر ليصطاد سمكة واحدة. عل وعسى الحظ يعود، ولكن لن يعود الحظ، بدليل أننا نحكي الحكاية. نحكي الحكاية أكيد طبعا. ما شاء الله، يعني أديت الدور ببراعة، يعني صدق ما شاء الله، يعني جهد وايد كبير عبد الله، يعني قاعدين يستخدموا يعني غير الذاكرة وغير الحفظ وغير الجهد البدني يمكن، فيعني أيوة أداء الشخصيات، يعني أنت أديت أكثر من شخصية وانت شخص واحد، يعني ملو دراما يمكن يسمونه هذا الشيء في الفن والادب. اراهن اي انسان ان انا ابدا الحكايه ويسيبني ويقوم. نعم. لا لا يستطيع، لانه اكثر من صوت تجذب ايضا. طبعا. كيف تجذب الانسان بحيث انه طبعا يستمع. انا سؤالي بس كنت ابغى اعرف اذا كان ممكن شخصيات نفس هذه او الحكوات نفسها ممكن الشباب الان يتعلموها، وليش احنا ما قاعدين نشوف شباب يعني موجوده في السوق؟ هو شوف الحكواتي مهنه بتعتمد على القراءه. نعم. يعني لابد من القراءه كتير جدا جدا عشان تجيبي قصص ومعلومات وكيف تعدي الحكايه. يعني كل حكايه لازم يكون لها مقدمه، تمهيد، ثم حبكه، ثم نهايه، ونهايه غير متوقعه طبعا. فكيف تعدي الحكايه؟ فاصبحت ادمان يعني عندنا. لا يعني غير متوارثه، يعني مش شرط ان تكون متوارثه. لا لا ممكن واحد يعني يبتدي يتعلمها. احنا حياتنا كلها حكايات. صحيح. كل حكايتنا حكايات، كل اكلاتنا حكايات، حياتنا كلها حكايات. رمضان ده كله حكايات طبعا. يعني طبعًا. حكايه مدفع رمضان ده له حكايه. القطائف، الكنافه ليها حكايه. ام علي دي حكايه، ليها حكايه طبعا، معروفه جميل جدا جدا. ام علي مرتبطه بشجره الدر. اكيد. استاذ احمد، يعني نحن قاعدين نتكلم عن الحكايات، وهناك كثير من الحكايات. هل ممكن حكواتي، يعني انت وصلت في مرحله انه اصبحت قادر على ان تسرد حكايه من مجمل خيالك انت؟ ارتجال لا، يعني لكن استطعت ان تكون حكايه من نفسك. هو انا بكون حكايات، لكن لازم اعدها. أيوة. لازم اجلس وادرس واعرف اصول اي حكايه، سواء من التاريخ سواء من التراث، يعني لازم اعدها. ما اقدرش ابدا حد يقول لي احكي حكايه من مخك. لانه في الاصل هو الحكايه مثل ما ذكر في البدايه، عندك رساله توجهها لهذا المجتمع، وعندك فائده لابد انه يكون المستقى يكون مفيد. بالضبط. لازم، اهم حاجه الرساله. اكيد طبعا. بتوصل رساله معينه. اهم المحطات اللي اثرت يعني تجربتك في هذا المجال. يعني انا برجع الفضل دائما لاستاذنا الكبير قاسم محمد معلمي، ومسرح الشرق الوطني اللي دعمني بشكل جميل. جديد يعني. جميل. طيب اليوم يعني احنا في عصر السوشيال ميديا وهذه يعني الهوجه والثوره يعني الموجوده، كيف ممكن الحكواتي يكون قادر بانه يصنع له مكان ويعني واهميه في هذا الوقت؟ يعني كيف ممكن يعني يعني يكون فعلا يعني لكم بصمه في هذا الوقت في العصر؟ يعني يمكن اكثر شباب يمكن ما يشوفون هذا الفن يعني حاليا. ليش تشاور علي؟ مو فاهم انا. شباب. لا بس نشوف الفن. تظل الحكايه لسه ليها رونقها وجمالها. اكيد. واحنا بدانا نعمل يعني حاجة معصرة شوي بالملابس القديمة المبهرة. حلو. بالموسيقى التصويرية والمؤثرات، استخدام الدمى، العرايس، خيال الظل. المؤثرات الصوتية دي مهمة جدا طبعا. يعني مؤثرات اللي أنا مثلا بحكي حكاية عن غواص راح البحر يصطاد، لازم أشغل ورايا خلفية صوت البحر والموج وإيقاع الصيادين وحاجة. نعم. فده يدي مبدأ تسمع وكأنك ترى. جميل. يعيش في الحكاية، يدخل طبعا. فيها لدرجة أن مثلا لو في البحر وقامت عواصف وبرق ورعد، فيسمع تخ 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 طبعا. فيبدأ المستمع يبدأ يبص فوق، يعني صحيح. فين البرق والرعد؟ يعيش في المحيط المسرحي. نعم. طبعا. يعني تتوقع الحين لو قلنا لرشا، يعني رشا عندها قدرة على الإلقاء جميلة وكذا، أنها تقدر أنها تسرد حكاية. ليش تهرجني عبد الله؟ يعني ليش تهرجني؟ الحين يمكن تطلع مدرسة أيضا تتكلمين على الشباب. ترى هو ما شاء الله يعني خبرة يعني حافظ المسألة. نبغى تسوي لنا الحين اختبار وتقيم مباشرة. يلا. لا ابدا ما عندي قصة حاليا. قصة يعني. اي قصة احكي نفس قصة ذهبت الى البحر. ذهبت الى البحر. حكاية الصياد بس. حكاية الصياد. لا طبعا اكيد اخليها لاصحابي الخبرة يعني. لا هو انت عبد الله. يلا اذا عندك انا بسوي. لا بحكي لك نفس القصة طبعا، لكن بس قبل هذه ان انت قلت الحكواتي واحد،
هل الان ممكن احنا نستعين ان يكون في عده اشخاص يحكون القصه في نفس الهاي او تحتاج دائما لمسرح؟ لا هو يعني احنا عملنا مسرح الحكواتي. جميل. مسرح حكواتي مجموعه بيجسدوا الحكايه. نعم. يعني الحكايه انا ممكن ابدا وبعدين مشاهد تتعمل يحكيها حكواتيه آخرين يعني يكملوا الحكاية. يعني يكون في صوت وتمثيل مباشر. بالضبط. نعم. يعني ممكن يبقى بمهد أنا للحكاية وبعدين تتجسد الحكاية كشيء درامي. حلو جميل. أستاذ أحمد وين ممكن اليوم نحن نشوف الحكواتي؟ يعني وين نشاطك هذا الفن الجميل؟ يعني وين ممكن خبر المشاهدين؟ في كل مكان. في كل أنا اليوم بالتحديد أنا كنت في عرض أنا تشرفت به جدا في متحف اللوفر في أبو ظبي. يعني دعوني وأنا عملت هناك يعني عرض كده بسيط. جميل. عن حكاية كلب أهل الكهف. نعم. كانت تجربة بالنسبة لي جميلة. جميل. جدا أنه مكان زي كده يدعوني أن أنا يعني ممكن وين الواحد يتابع يعني يتابع؟ والله أنا ماليش مكان معين. أنا يعني أي جهة تطلبني ما برفضش أبدا طلبها وشغلي كله على اليوتيوب والسوشيال ميديا. جميل. جميل. متواجد. متواجد. أستاذ أحمد أنا يعني يسعدني أن أرى هذا اللباس اللي فعلا نحن أطفالنا يمكن ما شافوه ولا يدرون عنه. ولكن عندما تتواجد أمامهم أكيد بيكون السؤال موجه إلى الأم أو الأب أنه شو اللي لابسه من أي عصر هذا أو هاي اللباس هل ممكن نحن نحصل عليه أو شيء؟ فهذه بحد ذاتها هي رسالة للتاريخ العربي الجميل اللي كان فيه لباس يعني أيضا جميل مبهر وله ذكريات وله تاريخ. نحن نشكرك كل الشكر على تواجدك في هذا المجال وهذا المضمار اللي هو حاليا نحن فعلا محتاجين به وأنك تجسده بكل تفاصيله. يعطيك العافية. أسعدتنا ونورتنا. مشاهدينا فاصل ونرد لكم إن شاء الله.